ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. فيديو اليوم طلب كل الفانز انه يعرف السبب الحقيقي لاختفاء مكة وكيمو عن التحديات. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نبدأ. في البداية في كتير من الفانز ما يعرفش ان مكة وكيمو بيكونوا اخوات، ومكة اسمها الحقيقي لميس وكيمو اسمه الحقيقي عمر. مكة وكيمو بقوا من نجوم افلام محمود الجمل، واستاذ محمود الجمل اداهم الثقة في نفسهم، واكيد كتير من الفانز شاف مكة وكيمو بيمثلوا ازاي. مكة وكيمو دخلوا تحديات كمان وهم اساسيين في فريق الاسطورة، وتحديات ندى واحمد والاميرة فيروز. لكن لاحظ الفانز من فترة قريبة غياب كيمو عن التحديات، وده قلنا سببه في فيديو، وهو ان كيمو اثر في دراسته وكان عنده امتحانات وما كانش ينفع يروح التصوير، وكان عنده مذاكرة، وبعد ما كيمو خلص الامتحانات رجع تاني للتحديات والافلام. ملحوظة مهمة، الافلام والتحديات اللي ظهر فيها كيمو بتكون متصورة قبل غيابه بسبب الامتحانات. ودلوقتي اختفت مكة مع كيمو، وياريت كل الفانز يفهم من الافلام والتحديات اللي بيظهروا فيها مكة وكيمو بتكون متصورة من قبل، بدليل هتلاقوا فيديو تحدي الحلقات عند الاميرة فيروز مكة وكيمو مش موجودين، لان التحدي ده متصور جديد. مكة وكيمو اختفوا في اكتر من تحدي، وده اللي خلى كل الفانز يسألوا هما فين ومشوا ليه. ودلوقتي هنعرف السبب الحقيقي مع بعض. مكة وكيمو ما مشيوش من عند الأسطورة محمود الجمل، لأنهم أساسيين في فريق الأسطورة للتمثيل والتحديات، لكن مكة وكيمو مش هيكونوا موجودين في أسبوع العيد، وده بسبب أنهم هيسافروا لأهلهم ومش هيعرفوا يرجعوا التصوير. عشان كده أستاذ محمود الجمل جاب ممثلين جداد، عشان لما مكة وكيمو ما يكونوش موجودين يكون مكانهم هما ريناد ودافل، لكن مفيش غنى عن مكة وكيمو لان كل الفانز بيحبهم، وخصوصا مكة لانها ممثلة رائعة ولبقة، وده بشهادة مستر احمد والاسطورة وبرنس مصر. والافلام والتحديات اللي هتلاقوا فيهم مكة وكيمو هتكون متصورة من قبل لكن لم تعرض على اليوتيوب. مكة وكيمو بعد ما يخلصوا الاجازة بتاعت العيد هيرجعوا تاني للتمثيل مع العيلة. ملحوظة مهمة، تحديات الأميرة فيروز الجديدة مكة وكيمو مش موجودين فيها، زي تحدي الحصالة ومين الأقوى وفرقعة البالونات، وكمان آخر تحدي لمكة وكيمو ظهروا فيه هو البازل. وبعد ما عرفنا السبب الحقيقي لغياب أو اختفاء مكة وكيمو عن التحديات، هنلفت نظر الفانز. شفنا في فلوج عند قناة ندى أحمد فاميلي أستاذ محمود الجمل كان بيوصل مسمار وعطى للتصوير معاه في العربية، وده إثبات إن مسمار وعطا بيكونوا إخوات، لكن هما عايشين بعيد عن التصوير، عشان كده الأسطورة بياخدهم معاه زي مستر أحمد كان بيوصل صالح وهند للتصوير. وبرضه الفيديو ده قديم لأنه متصور في الفيلا الخاصة للتصوير القديمة. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، بس قبل ما ننتهي الفيديو هنقول سؤال الفانز، والسؤال هو في أي دقيقة في الفيديو ظهرت صورة الحاجة هند زيان؟ شوفوا الفيديو كامل عشان تعرفوا تجاوبوا على السؤال، وكملوا معانا الفيديو عشان هنعرض اسماء الفائزين في تحدي سؤال الفانز الفيديو اللي فات. وهنا خلص الفيديو، ما تنسوا نيش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.